طباع الأصبعين هو طباع تونسي. إذا ما ركزنا على درجة الدوكة اللي هي ري، تكون أجناسه أصبعين دوكة. نجم نعطو برازديل راست ويرجع بطبيعة سواء عندك بعد نطلع الجنس الثاني محير عراق نوام محير عراق سواء ومحير سيكا نوام زيادة ثم شكون يسمي معنى التزيين متاع العقد الجاي اللي هو أصبعين على درجة الحسيني بس مع باستعمال الدو دياز ومي طبيعية قول ثم شكون يسمي هذا انقلاب الأصبعين ثم شكون ما يخيرهاش التسمية خلاف هذا ثم إمكانية زادة نستعملو بالمي محفوظة ومن الحوايج اللي تصير في الأصبعين أنه قبل القتلة يستعملوا يجسوا درجة الحصار اللي هي لا مخفوضة قبل القتلة لا لا ريدو سي لا 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 لا